معانا تليفون. الو 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 ايوه هو المفروض ما اقولش اسمي صح؟ بلاش تقولي اسمك. طيب انا متجوزه بقالي 7 سنين. تمام. في فرق ما بيننا، يعني انا عندي 27 سنه وهو 43 سنه، في فرق 6 سنة. حاليا انت 27 وهو 43. يس. يعني 16 سنه فرق. كان فترة الخطوبة 10 شهور تقريبا، وكملت ال10 شهور في البيت يعني وانا متجوزة. انا دلوقتي معايا ابني عنده 6 سنين وطفل تاني 4 شهور. ابن 6 سنين وايه؟ وطفل كم شهر؟ 4. انا اكتشفت وانا قبل مولد بشهرين ان في خيانة، والخيانة دي إيه؟ بصور. اكتشفت ان في خيانة، وخيانة ايه؟ بصور، يعني انا شفت صور. صور شافت صور. يعني ايه خيانه بصور؟ يعني اتاكدت ان في علاقه ولا مجرد؟ تاكدت وعرفتني. واجهتيه بقى انت بالموضوع ده؟ الاول انا كنت طبعا في، يعني هو ذكي جدا. الاول انا شفت الصور، هو كان نسي يمسحها، فما كنتش اعرف يمين ولا اي حاجه، فبدات ادور واسجله واعمل له يعني، واخد افتح الفيس بتاعه وحاجات كده، يعني لان انا كنت الاول مش مخونه، يعني هو طول الوقت مديني الامان اني انا اخر حد افكر في حاجه زي كده، وهو يعني مدي حاجه لكل البني ادمين اللي حواليه ان هو بني ادم متدين، ملوش في الحاجات دي خالص، بتاع ربنا، بيروح الكنيسه، يدفع كل حاجه. تمام. فلما بدات امسك عليه حاجات واواجهه، الحصيله ان انا اتضربت وانا لسه والده، واتكسر تليفوني علشان ما اعرفش اثبت عليه حاجه. وبدل ما يتصل باهلي ان هم يجي ياخدوني، انا طبعا قعدت اعيط وصوت لاني يعني كنت لسه والده، ما كملتش 10 ايام واتضرب. فوداني عند اختي، فانا كنت فاكره بقى ان انا بعقلي يعني ان هو هيجي يصالحني وياخدني، يعني لا. فطلع ان لا، هو سابني. وفي حوار كان حصل زمان اني انا كنت صغيره، فكان في علاقه بيني وبين ولد. انا رحت يعني البيت. انت سايباه بقالك قد ايه دلوقتي يا بنتي؟ انا مش سايباه، هو جه صالحني لاني انا كنت يعني لما قعدوا يكلموني. يعني بقى انت خرجتي من البيت ولا انت قلتي خرجتي من البيت؟ وداها عند اختها. وداني. قعدت 13 يوم بعد بقى ان هو انا خلاص هروح لاهلي واقول لهم بقى كل حاجه، فهم بداوا يخافوا بقى، لا دي هتفضحنا بقى، فجم خدوني. انت كنت هتقولي حاجه مهمه، كنت هتقولي انت وانت صغيره كنت على علاقه بولد. والولد ده انا سبته يعني، بس انا رحت عنده البيت، فالولد ده طلع يعرفه، فلما عرف ان انا هتخطب له فراح قال لي. هو حاليا زي ما تقولي كده ماسكها على يعني اللي هو دي يقصد دي، اللي هو انا سترك كل شويه في الخناق بقى، انا سترك. سوري يعني انا اكتر بابا واحد. وانت صغيره طبيعه العلاقه كانت ايه وانت صغيره يعني؟ ايه؟ العلاقه تطورت لايه بينك وبين الشخص اللي انت بتقولي كنت تعرفيه وانت صغيره؟ ان انا رحت البيت. ايه؟ رحتي له البيت؟ حصل اخطاء؟ بس مش يعني. ماشي ماشي. فهو الشخص ده بقى يعرف جوزك؟ فقال له الكلام ده، قاله له بقى قبل ما تتجوزوا يعني، في الخطوبه ولا في الجواز؟ وقبل الخطوبه، قبل الخطوبه كمان. قبل الخطوبه. وكان مخير ان هو او لا يعني. فتمام. وبعدين رحت الدير واعترفت ورحنا الكنيسه، ويعني قلت له كل حاجه لان هو بقى عارف، فبقيت اضطريت ان انا احكي كل حاجه عشان خلاص اديته الامان يعني. ورحنا واتكلمنا مع راهب والدنيا تمام، والموضوع اتقفل وخلاص. وانا من يوم ما اتجوزت او من يوم ما عرفت وانا طيب. طول بالك حبيبتي، طول بالك، طول بالك. اولا خطأك ما قبل الزواج لا يبرر اخطائه ما بعد الزواج. اولا بسبب طبيعه الخطأ، ثانيا لانه عرف الخطأ وتجاوز عنه ورحت الكنيسة واعترفنا وإلى آخره واتجوزك، إذا هو راضي بيكي رغم اللي سمعه عنك ده، سايح مش بيقدر ينسى، بس هو بيتلكك بالقديم مبررا أخطائه. لا تبرير لأخطائه الحالية على الإطلاق. هو المشكلة إني أنا بقيت ماسكة عليه فيديوهات. نعم ماسكة عليه فيديوهات.
هو الموضوع ده بيحصل في المحل اللي ماسكه عليه هي ماسكه عليه فيديوهات على جوزها يعني وماسكه عليه فيديوهات كمان وهما بيتكلموا عليا وبيتكلموا على اهلي وبيشتموني ما يهمنيش الكلام مقصود ايه بالفيديوهات اخطاء مع حد تاني مع واحده والمشكله ان هو بيتجاوز مع اكتر من واحده بس في واحده خلاص في علاقه يعني طب انت عايزه ايه دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه انا خايفه ان هو اكيد لما هيعرف حاجه زي كده اني اكيد هتفضح مش هيهمه ولاده لان انا لما جيت رفضت هو قال لاهله على فكره يا ابونا بس اهله ما قالوليش حاجه تبقى كلام بقى اني بيترمي عليا كلام طول الوقت وانا بعمل نفسي مش سامعه يعني هو راح قال لاهله ده انا اخذتها وهي كذا كذا وعلى فكره هو قايل للبنت اللي كمان جنب معاها كده بصي يا بنتي وحكي لها كل اسرار بيتنا يا ابونا لان اكتشفته ان هم بقالهم سنين وانا ما كنتش اعرف طب طولي بالك يا حبيبتي طولي بالك وهي مش من ديننا طولي بالك بس اسمعيني اولا الحاجه اللي معاكي لازم تبقى في مكان امين ما انا عامله كده دي نمرة واحد مش معناه ان احنا هنمشي في الاتجاه ده انما احتياطي نمرة اتنين انت قدامك احد خيارين يتقبلي الحياة معاه وملكيش حق في حاجة خالص استنادا للأدلة اللي معاك يبقى انت سمحت في اللي فات وهتعيشي معاه ويبقى مش هتقدري تتكلمي قدام الكنيسة ولا قدام ربنا فيما بعد عشان تقول اسيبه إلا إذا كان في أمور جديدة يعني يا ترجعي له وتنسي اللي فات يا إما تفعلي اللي عندك ده لو انت فعلا عايزة تسيبيه وحاسة انه مستحيل يرجع انك تروحي المحكمة والاخر بس انا نصيحتي هي الاتي ان احنا نلجأ للكنيسة الاول وبكل انا لجأت للكنيسة هكملك يا بنت هكملك حبيبتي بكل التفاصيل وان الكنيسة ترعاه روحيا وتقود للتوبة الحقيقية انت بتقول انه بيروح الكنيسة انا نسيت اقول لك يا ابونا ان هو راح واعترف ما حصلتش واتناول ولما كلمت قبض اعترافه وقلت له ان انا معايا كذا كذا فقال لي يا بنتي ده انا صدقته يعني هو قدر على حسب كلامك انه يقنع قبض اعترافه انه هو تاب واني كانت مرة وعدت طب سؤال يا بابا هل بعد ما ابونا قالك انه تاب انت جبت الحاجات دي ولا دي حاجات قديمة يعني يا ابونا مثلا كان الموضوع احنا تناولنا الحد ده الحد اللي بعده كان فيه علاقة ما يعني نيافتك مثلا لو هنلجأ للحل الاول ان نيافتك طرحته انها تنسى وتبتدي ما هو عشان تنسى وتبتدي لازم يكون في تعهد بالظبط كده ايه اللي يضمن ده بقى بس انا مش ضامن دلوقتي طالما انه ابونا قال ده خلاص يا بنتي ورجع تاني يبقى دي طبيعته او ده ضعفه وهو معايا يا ابونا يعني هو متناول الشخصيه هو معايا بشخصيه ومع اهله بيتكلم عليا ومع البنت دي بيتكلم عليا وحش ومعايا اللي هو اللي انت عايزاه كده بص يا بنتي بص حبيبتي بس لما بنيجي نتخانق يا ابونا لما بنيجي نتخانق بيشتمني شتايم وحشه وبيبقى في كلام بقى اللي هو طيب اسمعي سيدنا اتفضل سيدنا انا ما اقدرش اخدعك وما اقدرش اجبرك تعيش معاه لان هو هيستمر باللي هو فيه بدليل ان ابونا قال لك ده تاب وطلع برضه كلام مش دقيق وانه بيقدر يتلون على اب اعترافه ويقول له كلام مش مظبوط انما هو ماشي غلط وهيستمر في الغلط فالقرار قرارك انت عايزه ايه؟ هنا في متاعب وهنا في متاعب هنا في متاعب نفسيه شديده انك ترجعي وعارفه ان جوزك بيخونك وفي نفس الوقت كسرك وكسر كسرك قدام اهله وقدام ولادك انه بيتكلم عنك في موضوع المفروض ما يتكلمش فيه وهو موضوع ما قبل الزواج. في نفس الوقت يا بنتي هنا انا شايف في الشق الثاني عشان نروح محاكم ونطلق وتبقى مطلقه واولادك يبقوا مشتتين بين زوج وزوجه القرار قرارك هنا في صعوبه وهنا في صعوبه. هل نفسيتك هتحتمل انك تعيشي معاه رغم انك عارفه انه ماشي غلط؟ ولا تقدري تتقبلي فكره ان انت تبقي مطلقه وتعيشي حياتك لوحدك بعيد؟ احسبيها وده قرارك. لا اضمنه انه يتوب بعد ما ابونا قال لك انه بقى كويس واكتشفت ان في اخطاء تانيه.
انا بقلق جدا يا نانسي من الانسان اللي بيبقى عنده غطاء كنسي، ايوه مظهر كنسي بيتستر، مظهر تدين، هو من ورا ملخبط الدنيا. ده حقيقي. يعني اللي بيبقى بيغلط ومعروف قدام المجتمع وقدام نفسه انه بيغلط، ده ممكن يتوب في لحظه من اللحظات. فانا شايف انها قرارها هي عايزه ايه مسكينه يعني. ده طبعا بيتوقف هذا على هذا مر والاخر اكثر مراره يعني. يعني لو قدرتها تقدر انها تربي الولاد وعندها مكان وتقدر تصرف عليهم، في عوامل كتير داخله في الموضوع. ده حقيقي. انما هي كمان لو رجعت له هو كده هتبقى محطمه، وبرده ده هيدمر مستقبل ولا طبعا، لان دي حاجه بتفضل لازقه في تاريخ الانسان مش بالسهوله انها تتنسي.